وهنا في بوليفارد قباء مقهى ألورا، مقهى ألورا بتصميم يوناني. بسم الله، وهذا تصميم يوناني ما شاء الله، الجلسات والديكور والورود والألوان ما شاء الله، والبسكليت، الله الله الله، شغل ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم، يديكم العافية شباب. معنا الإعلامي القدير الأستاذ سعد السناني، إجابك اليوناني ما شاء الله. شوف الديكور كمان واللمبات و... بس يبغى لك هنا قدامك. أنا طلعت الشنجل جيت عطل الباشر. ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله على السلامة. فوق الدور الثاني. طيب وما شاء الله، وهنا جلسة صغيرة ولا زي الديكور كذا جميل. الحارة والبسكليت موجود. ما شاء الله، داخل الحارة اليونانية. وهنا كمان شوف ما شاء الله، وهنا جلسة جميلة يسموها العريشة. شوف جلسات والقبعات هاي زي حقة اليونانية، مظللة كمان بالورد، والشبابيك على التصميم اليوناني، جدا جميل ما شاء الله. وهناك جلسة بالركن وشباك، وهنا ألورا والتصميم هذه كمان يونانية. مكان ما شاء الله جميل، مقهى رايق، والله يبارك لهم يا رب. وهنا بلكونة كبيرة في الهواء الطلق مطلة على الشارع العام، وهذه شجرة يونانية مشهورة في اليونان ولها اسم بس ما نبغى نقوله. شوف الجلسات هنا مرة حلوة، يا سلام شكل الجلسة. طبعا رذاذ الماء، داير مدار رذاذ الماء منتشر في هذه الجلسة الجميلة. شوف كيف، الله. وهنا الإطلالة في بوليفارد قباء، الله يبارك لهم يا رب. شوف كيف الجلسات، وما شاء الله تبارك الله، صلاة على النبي، اللهم بارك.